تكية غزة هاشم لطعام الطعام هي تكية افتتحت قبل نحو 3 أو 4 أشهر سابقة، افتتح معها أيضا فرع في مدينة رفح وآخر في مدينة خان يونس، ليكون عدد الفروع الموجودة في القطاع لهذه التكية 3 فروع. كانت تعمل قبل رمضان 2 يوم في الأسبوع اثنين وجمعة، تقدم الطعام لكل محتاج خصوصا من فئات مستهدفة بالدرجة الأولى. اليوم في منذ بداية الشهر الفضيل بات العمل في هذه التكية سواء في جنوب القطاع وحتى في مدينة غزة، بات العمل يوميا لتقديم إفطار الصائم لعدد 500 إلى 600 أسرة تقريبا من شمال القطاع وجنوبه وحتى في مدينة غزة، بمعدل يصل إلى 5000 فرد يوميا تقدم هذه التكية لهم الطعام وفق أنواع متعددة من الطعام، وأيضا بما يكفي الأسرة وعددها بشكل كامل. وهناك أيضا نقاط أخرى للتوزيع افتتحت في مناطق البعيدة عن وسط المدينة وعن مكان التكية الرئيسي، نقاط التوزيع 3 افتتحت في شرق مدينة غزة وأيضا 2 في جنوب القطاع، هدفها أن تسهل للناس الوصول إلى مناطق التوزيع هذه للحصول على وجبات الغذاء. التكية هو مشروع خيري أسسته حملة شبابية تطوعية اسمها حملة نافذة الخير، عبارة عن 30 شخصا وشابا على مستوى القطاع، وهي حملة شبابية تطوعية لا تتبع لأي اتجاه سياسي. جمعت مجموعة من الشباب هدفهم الأساسي الأول والأخير خدمة الناس دون النظر لأي واجهة أو أي انتماء سياسي. الفقر هو مسؤولية الجميع وحاجة المجتمع تقع على كاهل الجميع. عندما نتحدث عن الأسر الفقيرة في القطاع نحن نتحدث عن أعداد تصل إلى 1000 الأسر من الشمال إلى الجنوب، لذلك فحجم العمل في هذه التكية لا يكفي بكل التأكيد أن يسد حاجات الناس جميعهم في هذا الباب، لذلك استهدفنا بعض الأسر على وجه التحديد أو فئة معينة من هذه الأسر، وهي الأسر التي فقدت المعيل إما لموت المعيل أو الطلاق أو التفكك الأسري أو لهجر الزوج زوجته أو للسفر والسجن وغيره. إذن كل أسرة فقدت معيلها لهذه الأسباب هي مستهدفة بالدرجة الأولى من عمل هذه التكية، لأن المجتمع ولي من لا ولي له، فإذا فقدت الأسرة وليها فالمجتمع يجب أن يحمل هذه الأسرة على قدر استطاعته. الفئة الثانية التي تستهدفها هذه التكية هي الفئة المعنية التي يعاني رب الأسرة فيها من مرض عضال كمرض السرطان ومرض الفشل الكلوي، هي فئة أخرى تستهدف في هذه التكية. بسم الله روح قوي جدا كمان يلا يلا تعالي شويه معايا يلا كده 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 كده